Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا نوسيون دو بلاك ليتوسفيريك مفهوم الصفيحه الصخريه. هذا المقطع الرابع من الشابتر الاولى. دونك اكتيفيتي الاولى كومباريزون اي لا ريبارتيسيون مونديال دي سيسم اي دي فولكان. دونك هنا غادي نشوفوا التوزيع العالمي لكل من الزلازل والبراكين. عندنا دوكيومون الاول بريزونت ريبارتيسيون مونديال دي سيسم le tremblement de terre. Alors, شوفوا معايا دابا التوزيع ديال هاد الزلازل ولا البؤر ديال الزلازل. دونك فوالا، اذا كاينين على واحد المستوى، دونك كاينين في هاد النيفو هذا. دونك هنا بين الصفيحه الامريكيه الافريقيه. دونك فوالا، اذا الى غادي نعاودوا نشوفوا دابا التوزيع ديال البراكين. دونك الريبارتيسيون مونديال ديال لي فولكان، الا لاحظتوا انهم كاينين في هذاك اللي على هذوك الليلين ديجا اللي كاينين عليهم هذوك الزلازل. هنا غادي نشوفوا بان هاد لي بوين ديال الريبارتيسيون ديال لي سيسم راه هما نفسهم هذوك لي بوين ديال الريبارتيسيون ولا هذوك لي ليو اللي غادي نلقاو فيهم لي فولكان. دونك هنا اكيد غادي نتسائلوا شنو هي العلاقه بين الزلازل والبراكين وعلاش عندهم نفس التوزيع. دونك الخريطات بجوج يعني كيعطونا نفس لي بوين اللي كاينين وفي الحدود ولا في دونك في دي زون اللي هما دونك سبيسيفيك دي زون اللي هما ديتيرميني. دونك شنو هو السبب اللي خلى هذوك الزلازل والبراكين يكونوا في هذوك يعني في هذوك لي زون وعلاش يعني كاين هاد يعني هاد يعني التطابق بين لي زون دو ريبارتيسيون مونديال ديال لي سيسم مع لي زون دو ريبارتيسيون ديال لي فولكان. الوغ دابا غادي ندوزو نشوفو الفسيفساء من الصفائح الصخريه. دونك غادي نشوفو الصفائح الصخريه. دونك لا سيرفاس دو لا تير بحال ان بوزل دو بلاك ليتوسفيريك. الوغ هنا عندنا الصفائح هما هادو، هنا عندنا لي كونتينون. دونك اذا نحاولوا نميزوا لي كونتينون من الصفائح. دونك ها هي يعني الامريكا الجنوبيه، ها هي افريقيا، وهذه هي الصفيحه. شوفوا الحدود ديال الصفائح. اذا الى رجعنا للتوزيع ديال الزلازل والبراكين، راه الحدود ديال الصفائح كينطابق تماما مع هذوك الحدود اللي ديجا عندنا في الوثيقه الاولى والثانيه. هذوك لي زون اللي فيهم الانتشار ديال الزلازل والبراكين هما اللي عطاونا هاد لي ليميت ديال الصفائح الصخريه، ماشي لي كونتينو. كاين فرق بين صفيحه صخريه وكاين وكونتينو. دونك الصفيحه الصخريه تقدر تكون فيها كونتينو وحتى لوسيون، فيها واحد لابارتي من الكونتينو فيها واحد لابارتي من لوسيون. دونك فوالا غادي نشوفوا دابا دونك التعريف ديال يعني البلاك. دونك هاد لي بلاك ليتوسفيريك دونك او بيان تكتونيك. دونك اون بلاك تكتونيك او بلاك ليتوسفيريك اي ان فراغمون ستابل دو لا ليتوسفير، واحد الفراغمون اللي كيكون ستابل دونك ديليميتي. هذا الفراغمون هذا كله ستابل دونك ما فيه حتى شي حاجه دونك يعني ستابل هكا ثابت. الوغ الفرق اللي كاين هو انه كيكون ديليميتي يعني محدود بدي زون اللي هما انستابل. علاش هذوك لي زون انستابل؟ لانه ما فيهم هذاك النشاط الزلزالي والبركاني. سو كاركتيريزون سورتو بار اون انتونس اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك، فيهم واحد النشاط زلزالي وبركاني. لا ليتوسفير اي لونفلوب تيرستر ريجيد دو لا سيرفاس دو لا تير. ليتوسفير هي هذيك القشره القاريه اللي تتكون دونك صلبه من لا سيرفاس دو لا تير الى اون ايبيسور دون سنتين دو كيلومتر. دونك فيه تقريبا في يعني العمق ديالو دونك مئات الكيلومترات. دونك فوالا بالنسبه لهذا الدرس شنو اكتشفنا ولا شنو عرفنا؟ عرفنا بان الصفائح الصخريه هما دي زون ستابل ديال ليتوسفير، كيكونوا محدودين بدي زون اللي هما انستابل. هادوك لي زون انستابل على سميناهم انستابل لانهم
دونك كيعرفوا واحد لانتونس اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك. دونك الحدود هاد لي بلاك ليتوسفيريك ديليميتي بار دي زون لي هما انستابل لي تيعرفوا اون فورت اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك. و التوزيع ديال الزلازل البراكين هما منطابقين دونك على هاد لي ليميت هادو ديال الصفائح. بالنسبه للصفائح فكاينين صفائح اللي غادي نلقاو فيهم باغ اكزومبل الكونتينون مع لوسيون كاين نلقاو فيهم غير الكونتينون بوحدها دونك غادي نشوفوهم دونك في المقطع اللي جا ان شاء الله. دونك بالنسبه للبارتي جورياليز دونك عندنا 4 كيستيون دونك بروبوزي دي هيبوتيز expliquant la concentration des séismes et des volcans dans certaines régions de la surface du globe. Donc had les zones hado ta3rfou wahed el harakiya, ce sont des zones les huma instables. Comparé à partir des documents 1 et 2 la répartition mondiale des séismes et des volcans. Donc had les répartitions mondiales des séismes et les volcans donc qui kono les mêmes zones ou qui délimitent lina les limites ديال les plaques lithosphériques. Donc utiliser document 1 2 et 3 pour déterminer les caractéristiques des limites des plaques lithosphériques. Had les limites des plaques lithosphériques donc se caractérisent par une forte activité sismique et volcanique. داكشي علاش كيتسمو دي donc des zones les moins instables. À partir de document 3 proposer une définition simple de la plaque lithosphérique. Donc la plaque lithosphérique donc ou tectonique واحد الفراغمون ستابل دو لا ليتوسفير كي يكون ديليميتي ولا ديتيرميني بار دي زون انستابل لي فيهم اون انتونس اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك. غادي نخلي لكم لي ريبونس اون ديتاي او بيان لي زيليمون دو ريبونس لي غادي تلقاوها دابا سور فوز ايكران وغادي نتلاقاو ان شاء الله في المقطع الخامس.